طبعا عندي حاجات في البيت بالقسط، وانا طبعا بفضل القسط عن الكاش، لان القسط معناه اني بجدول حسب ظروفي وبجدول حسب دخلي وبمشي واحده واحده حسب ظروفي، بدفع مقدم حسب ظروفي وجدول، ومن افضل اشكال الاقتصاد الجدوله. هو في حد ينفع دلوقتي يتجوز الا بالتقسيط؟ ده الناس اللي اكبر مننا متجوزين بالتقسيط، يعني دفع المهر بالتقسيط والجهاز كله بالتقسيط، كله تقسيط. انا مقسط الثلاجه، البوتاجاز، التكييف، 2 تكييف، يعني حاجات الكهربائي. لا بصي، لو معايا كاش اشتري احسن كاش، احسن من القسط. لا مش هشتري كاش طبعا، مفيش حاجه في الوقت الحالي ده اللي انا اشتريها كاش اساسا. لا يعني هم الشباب اليوم دول يعني ينفع بالتقسيط، لان الدنيا زي ما انت شايفه الدنيا غاليه، وما يعرفوش ابدا يعملوا من غير تقسيط. والله كل واحد على حسب ظروفه، يعني في واحد قادر مبسوط يقدر ان هو يجهز بنته كاش، وفي ناس برضه بسيطه يقدر برضه ان هو يقدم لها حاجه قسط يعني. والله انا شاري بالقسط طبعا، لكن والبيت عندنا يعني في ناس كتير، حتى الجيران برضه في ناس كتير بتفضل حوار القسط ده، لكن من وجهه نظري انا كاش افضل. ليه بقى؟ لان السؤال بحضرتك انت عارفه ان انا اجي انا بلاقي فلوس بره، فشايل مسؤوليه يعني، حتى لو جزء صغير بس حاسس انها مسؤوليه كبيره. ده هو لازم يقسط، لازم يخش لازم يقسط عشان يوفر كل حاجه، الا كان هو مرتاح ماديا بقى دي حاجه ثانيه. اكيد لو معايا الحاجه كاش هجيبها كاش، لو معايا فلوس كاش هجيبها كاش، ايه اللي هيخليني اجيب قسط وانا معايا 8 كاش؟